عقد معالي رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح اجتماعا برئيس الحكومه المؤقته عبدالله الله ثني بالقبه الاجتماع ناقش جمله من الموضوعات والقضايا ابرزها التاكيد علي دعم الامن بمدينه درنا وسبل توفير ما يلزم لسكان المدينه من طرق الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصه كما تم مناقشه موضوع توريد الاعلاف لمربي المواشي في كل انحاء البلاد وغيرها من الموضوعات المتعلقه بتوفير السلعه التموينيه والدوائيه ونظافه البيئه. هذا وخلص الاجتماع على ضروره الاهتمام بسرعه تنفيذ مشروع مطار الابرق الدولي.